السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الهنا عليكم يا حبايبي. أول الفيديو كده بفكركم باللايك والاشتراك، يا ريت تدعموني. هنعمل النهاردة بإذن الله مكرونة بشاميل، أرخص صينية مكرونة وأحلى صينية مكرونة هتاكليها وهتعمليها لولادك، ومش هتكلفك أي حاجة. وهنعملها بديل اللحمة، هنعملها بديل للحمة، وهي لحمة. هنستخدم معانا انا القوانص، قوانص الفراخ او قوانص البط. انا كان عندي قوانص بط وجبت نص كيلو قوانص وفرمتهم في المكنة، شكلها بالظبط زي اللحمة. ومش هنبدأ بقى، بسم الله. هنحط المية عشان نسلق المكرونة، ودي بصلتين حلوين كده نشوحهم. مش هغير لونهم، بس مجرد التشويح، مش هغير اللون. معلقة فلفل كده اسود بسيطة مع البصلة، هتتشوح بس كده بسرعة. احنا هنعمل القوانص دي، هتحدى اي حد هيفرقها في الطعم عن اللحمة، ورخيصة جدا وعلى قد ايدين. هنعمل، هنسلق مع بعض كيس ونص من المكرونة، كيس ونص. الكيس طبعا انتوا عارفين الكيس نص كيلو. هنعمل 3/4 كيلو مكرونة كده، هنسيبها تتسلق. هنرجع تاني احنا للبصلة، اللقطة دي جت بس قبل ما احط اللحمة كده. البصلة خلاص اتدبلت، هضيف انا بقى القوانص المفرومة. دي القوانص المفرومة اهي، نص كيلو قوانص. عمل لي صينية محترمة وما كلفنيش حاجة. القوانص على حسب الفراخ، الفرخة لو الكيلو ب30 هيبقى القوانص ب30، والنص كيلو ب15. انا جبت نص كيلو، طبعا فرق عن اللحمة بتبقى اغلى كتير وطعمها حلو جدا. دلوقتي انا حطيت القوانص، وحطيت معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود، وهحط كمان معاهم معلقة بهارات لحمة. دي بهارات اللحمة، وهحط كمان عليهم معلقة توم باودر، معلقة توم باودر صغيرة لغاية كده متتشكشك خالص. وبعدين قرن فلفل حامي او حسب الرغبة، عايزينه حامي حطيه قرن فلفل حامي، عايزة الفلفل بارد ممكن تحط فلفل رومي. اشوحهم كده مع بعض، ومع طماطمية صغيرة متقطعة، مش هكتر. ايوة طماطمية صغيرة كده، هلفهم بس لغاية لما المية اللي فيها تنشف. انا ما كترتش الزيت، انا حطيت معلقه واحده بس، مش عايزاها دسمه. اسيبها بقى لغايه لما تتظبط. جبت حله فاضيه عشان نعمل البشاميل. البشاميل انا حطيت معلقه زيت ومعلقتين سمنه، وهحط في الصينيه دي 8 معالق دقيق من المعالق الصغيره، او 4 معالق من المعالق الكبيره. دي كانت معلقه صغيره عشان كده كنت بحط بيها 8، لكن هي 4 معالق كبار. هنلف كده الدقيق مع السمنه والزيت لغايه لما لونه بس يبقى فاتح شويه، والسمنه تتغلغل في جوه الدقيق عشان ما تكلكعش مني. افضل اقلبه كده، اقلبه لغايه لما اشم ريحه الدقيق. وبعدين هيبقى معايا لتر لبن، لتر لبن مع كوباية شوربة. انا حطيتهم مع اللبن، كوباية شوربة مع لتر لبن، وبقلبهم مع بعض. اللبن ده بارد، ايدي فيها عشان ما تتكلكعش. وهحط، هضيف كمان مكعب مرق، مكعب واحد.
هنحط معاه نص معلقة ملح صغيرة علشان المرقة فيها ملح، وهنحط نص معلقة فلفل اسود، مش هكتر ملح، هحط كمان فلفل اسود وهقلبه. انا مش عايزاه يبقى تقيل، انا عايزاه حلو لونه كده وملمسه ناعم، مش عايزه البشاميل معايا يتقل. معلش هو الفيديو طويل شويه، بس انا معلش معاك بالخطوات خطوه خطوه. ما تنسوليش بقى باللايك والشير والاشتراك معايا في القناه. دي كده معلقه جبنه موزاريلا كانت عندي، جبنه موزاريلا او معلقه جبنه شيدر، بتدي للبشاميل طعم الكريمي، تديها زي طعمها بيبقى زي طعم الكريمه كده. دلوقتي الصينيه معايا، طبعا الصينيه اللي معايا دي جرانيت مش بتلزق، فانا ما دهنتهاش زيت خالص او سمنه علشان انا مش عايزاها دسمه. دلوقتي شويه من البشاميل اللي بفردهم في قلب الصينيه، وبعدين هحط نص المكرونه المسلوقه، نصها بالظبط، هحط عليها كرنبين من البشاميل وهقلبهم مع بعض. هحط عليها شويه بشاميل كده وبعدين هقلبهم مع بعض واسيبها في الصينيه كده. تمام، بعد ما سويتها جه هحط بقى اللحمه اللي احنا عملناها من القوانص، هنفردها في الصينيه فرده كويسه. على فكره ولادك هيحبوها جدا وانت هتحبها جدا، مش هتفرقيها من اللحمه خالص ولا بالطعم، وطعمها هيبقى فوق الخطير، وما شاء الله عليها حلوه جدا ورخيصه. وعملت صينيه مكرونه ما كلفتكيش اي حاجه، انا هسويها كويس وبعدين هجيب المكرونه اللي نص المكرونه الثانيه احطها عليها. واضيف البشاميل اللي معايا كله فوق الصينيه على الوش، البشاميل الباقي في قلب الحله اللي احنا عملناه هضيفه كله على الوش. متزهقوش لو الفيديو طويل، بس انا مش عايزه اعدي اي خطوه. انا جايه ضفتها هرصها كلها، هغلغل بيها، هغلغل الصينيه كلها بالبشاميل. ما تخليش البشاميل اللي معاكي يكون تقيل كده. سويتها خالص اهو، هتتحط في الفرن، هتحط في الفرن على درجه حراره 180، هتاخد معاكي نص ساعه في الفرن، وهتبقى احلى صينيه مكرونه. والف هنا وشفا، صباحكم زي الفل.